عايزه ارجع تاني لفيلم قبضة الهلالي. طبعا الفيلم ده مش مجرد فيلم، ده بقى اسلوب حياه بعد كده، يعني لحد النهارده كل شخصيه في الفيلم بقت كاركتر، الناس ما بتحب تهزر مع بعض بتتكلم عليه، وبقت ايكون لا زي حمدي الوزير مثلا، بيتحط زي كوميكس كده منه كمان او حاجات. عشان هو احلى تحرش. كوميك بعد اذنك. مره كنا طالعين من مدينه السينما، كان ساعتها في الهرم، فبالليل على الناصيه، فكان في الاربع نواصي ناس يعني بيطلبوا مساعده، واحد من غير رجل، واحد من غير ايد، وحاجه صعبه قوي. فواحد منهم بص كده بالليل، يوسف منصور. كان ساعتها الناس بتحبنا يعني. ما زالوا معلش مش قصدي حاجه، قصدي كانت شويه اكتر وقت السينما. ففجاه لقيت الاربع خمس اولاد عندهم رجلين وعندهم ايدين، كله اترمى وعملوا مشهد بتاع فيلم اللي شافوه في الفيلم، يعني عملوه في الشارع والناس كلها مسخسخ من ضحك. فجاه لقينا رجلين، ما اعرفش العصايه راحت. كل دي كانت حركات بقى هم بيعملوها. طب ايه الافيهات او اللي هي اللزمات او الجمل اللي انت طب حمدي الوزير اللي بقى ايقونه التحرش في مصر. ممثل روعه. انا ما كانش ليا في التمثيل خالص، فنان بقى يعني، دي حقيقه. يعني ما اقدرش اقول ان انا بمثل كويس، مش عارفها. انا المفروض احنا بنلعب كويس، بلعب كويس يعني، قصدي وعندنا سرعه حلوه قوي، بس ما حدش قال لي. وكان ساعتها في اللغه في ثلاث اربع حروف كده وحشين، عشان كده طلعوني في اول فيلم اخرس، كنت بغلط فيهم، كانوا يقعدوا يضحكوا لما اقولها حيطان وحضان. بندعي له طبعا بالشفاء الفنان العظيم حمدي الوزير، هو كان تعبان والله، وبيكلموه عشان يجي يضيف في البرنامج، فبيقول لهم الممرضات كانوا خايفين مني من موضوع التحرش في المستشفى. لسه المشهد عايش معاه كل حته، ومخيف بالنسبه للناس. هو قلبه زي الفل وطيب جدا جميل جدا. نتمنى لك الشفاء طبعا. نكلمه بقى عن الجميله القطه بقى ليلى علوي. ليلى يعني احكي لنا عن ذكرياتك معاها. يعني اول مره اقف قدام نجمه. هي كانت سند كبير يعني، الناس عايزه تشوف مين اللي مع ليلى علوي. بس يا استاذ يوسف، هو مين اختار مين؟ ما اعرفش. انا المخرج قال لي تعالى، رايحين لمدام ليلى في الفندق في اسكندريه. كانت جميله، وما اعتقدش ان في حد غيرها كان يملى الدور الحلو ده. بس ذكرياتك انت مع الفنانه الجميله ليلى علوي مش كتيره. احنا اتمرنا مرتين ثلاثه يعني، هي حبت الرياضه فجت عندي يعني، اتمرنت مرتين بس، قابلتها بعديها بسنين بقى جميله، وافتتاح دبي كانت موجوده، حاجه بنمسي عليها جميله. طبعا طبعا. طيب تجربه الرياضيين في السينما، يعني انت كنت بطل وخدوك للسينما صح؟ يعني كان في برضو كابتن اكرامي كنجم الكوره، وبقى نجم في السينما كابتن عادل هيكل. بالنسبه لك التجربه دي كانت ايه اثرها؟ يعني انت كنت قبليها معروف بس مش لدرجه نجوميه السينما. هي بالنسبه لي كانت رساله يعني، ما خدتهاش جد يعني. دلوقتي حبيت الموضوع، لان احنا قعدنا خمس سنين واقفين في المانيا، ده فتره طويله جدا، فاستغلتها ان احنا يعني نتعمق في الاخطاء اللي فاتت. ساعتها كنت شاب وفرحان بالشهره والرياضه وبتاع، لكن دلوقتي انا عارفه ان بقى عمل انساني ورساله انسانيه جميله. بس ساعتها انت كان احساسك ايه ما كنتش مقدر الفرص اللي جات لنا. يعني كنت محظوظ ان اشتغلت مع اسامي مع كبيره، وكنت اعرف حد يعني، ما كنتش مقدر اللي عندي. او تقدر تعيد التجربه تاني النهارده، سواء الانتاج او الكتابه بإذن او حتى التمثيل باذن الله؟ تقدر تعمل باذن الله. طب الكونغ فو ليه؟ يمكن لما عملت الفيلم فالناس رياضه الكونغ فو عموما كانت جديده في مصر، الناس حتى ما كانتش فاهمه هي دي عباره عن ايه، وانت ليه رحت لها؟ يعني في ناس بتقول انه دي عشان بتعمل جسم وبتعمل عضلات، ليه اشمعنى اخترتها؟ لقيت فيها هي طريقه حياه. هي اغلبيه الالعاب الدفاع عن النفس، حتى من البنات لما بيروحوا يتمرنوا عايزين يتمرنوا زي يضربوا، انما لا، دي حاجه تانية خالص. يعني دي طريقه حياه، انت لازم يبقى عندك حكمه، يبقى عندك تواضع، يعني دي حاجات لازم تمشي عليها. مش بس انا رايح النادي النهارده اتعلمت ازاي اضرب، بس هي فلسفه قتاليه يعني، مش بس الجسم يعني، في فلسفه للعقل كمان والروح كلها، وطول الوقت بتتمرني. بس الكونغ فو هو الهدف منه انه دي لعبه قتل، يعمل في كلمة دفاع عن النفس يعني دفاع عن الآخر، بس الخبطة منها بكورة يعني مش الصح لو انت عارفاها، بس ما حدش يعني
دي الامنيه اللي نتمنى نعرفهم. هديكي مثلا، حضرتك مثلا ممكن حد يتشاكل معاكي، كويس، افرضي حد بيقطع او بيشيل بنتك او ابنك او مامتك او بيحصل لك ايه، بتيجي القوه دي منين؟ ادرينالين، بيسموه طبيا بس هو مالوش دعوه بالادرينالين، احنا عندنا قوه غير عاديه، سرعه غير عاديه، انا بقولها لك يعني ساعات ممكن النظر يشل اللي قدامك زي ما بتشوفي قطه. ساعات بتقول لها بس بتجري، لو تشوفيها بتتخانق ما تقدريش تقربي لها، مع انها نفس القطه الحته الصغيره. احنا ربنا مدينا قوه غير عاديه، بس المشاكل والبتاع والاحاسيس والانا الشهوات بتاعت الجسم دي هي اللي بتضعفها. كل زي ما انت تصلي مثلا في نقاء، مش ما فيش اي حاجه، اعتقد ما حدش وهو يصلي بيفكر يمين وشمال والفلوس جايه امتى يعني بتبقي. فاللعبه دي طريقه حياه، لازم تمشي ولازم تتواضع، يكون عندك تواضع يعني جنبها حكمه وفلسفه وخلق، طبعا حاجات كتير طبعًا، مش بس المجهود البدني او القوه خالص البدنية. خالص يعني حتى في الشارع الناس شويه متعصبين، يعني لو واحد ميل على التاني الدنيا بايظه ليه؟